السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب مجموعات دور الأمم الأوروبية 2024-2025 وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم الاثنين 9/9/2024. متابعين الكرام، قبل ما نبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في ساحة جنتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنة يا رب العالمين، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم اهلك الصهاينة، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم الاثنين 9/9/2024، قبرص خسرت من كوسوفو 0-4، فرنسا فازت على بلجيكا 2-0، حرز دفاعي فرنسا راندال كولو في الدقيقة 29، اسيست عثمان ديمبلي والهدف الثاني عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 57، واسيست نجولو كانتي. فريق ابليس الكيان الصهيوني القذر خسر من ايطاليا 1-2، هدفين ايطاليا عن طريق دافيد فراتيسي في الدقيقة 38 ومويس كين في الدقيقة 62. النرويج فازت على النمسا 2-1، حرز دفاع النرويج فيليكس ميهير في الدقيقة 9 وايرلينغ هالاند في الدقيقة 80، هدف النمسا عن طريق مارسل سبايتزر في الدقيقة 37. سلوفينيا فازت على كازاخستان 3-0، حرز ثلاثة أهداف بنجامين سيسكو. الجبل الأسود خسرت من ويلز 1-2. تركيا فازت على أيسلندا 3-1، حرز هدف تركيا محمد أكتورك في الدقيقة الثانية والدقيقة 52 وفي الدقيقة 88 عمل هاتريك. طيب متابعين الكرام، رومانيا فازت على ليتوانيا 3-1. غدا الثلاثاء 10/9/2024 عندنا اكثر مباراه، يعني عندنا هولندا تلعب مع المانيا، مباراه قويه الساعه 10:15 مساء من توقيت مصر المملكه المكرمه على قناه بي ان سبورتس ستوديو 1 الاولى للمعلق جواد بدو. وعندنا التشريك امام اوكرانيا الساعه 10:15 مساء من توقيت مصر المملكه المكرمه على قناه بي ان سبورتس ستوديو اكسترا 2 والمعلق منتصر الازهري. وانجلترا وفنلندا 10:15 مساء من توقيت مصر المملكه المكرمه على قناه بي ان سبورتس ستوديو 2 والمعلق احمد البلوشي. ومتابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. المجموعة الأولى A تضم البرتغال المركز الأول 6 نقاط، بولندا المركز الثاني 3 نقاط، كرواتيا المركز الثالث 3 نقاط، واسكتلندا المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة B A2 تضم إيطاليا المركز الأول 6 نقاط، فرنسا المركز الثاني 3 نقاط، بلجيكا المركز الثاني مكرر 3 نقاط، والكيان القذر المركز الاخير بدون نقاط. المجموعه 3A تضم المانيا المركز الاول 3 نقاط، هولندا المركز الثاني 3 نقاط، البوسنه والهرسك المركز الثالث بدون نقاط، والمجر المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه A4 تضم الدنمارك المركز الاول 6 نقاط، اسبانيا المركز الثاني 4 نقاط، صربيا المركز الثالث نقطه، سويسرا المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه B1 تضم جورجيا المركز الاول 3 نقاط، البانيا المركز الثاني 3 نقاط، اوكرانيا المركز الثالث بدون نقاط، والتشيك المركز الرابع الاخير بدون نقاط. مجموعه B2 تضم اليونان المركز الاول 6 نقاط، انجلترا المركز الثاني 3 نقاط، ايرلندا المركز الثالث بدون نقاط، وفنلندا المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه B3 تضم سلوفينيا المركز الاول 4 نقاط، النرويج المركز الثاني 4 نقاط، النمسا المركز الثالث نقطه، كازاخستان المركز الرابع الاخير نقطه ايضا. مجموعه B4 تضم تركيا المركز الاول 4 نقاط، ويلز المركز الثاني 4 نقاط، ايسلاند المركز الثالث 3 نقاط، الجبل الاسود المركز الرابع الاخير بدون نقاط. مجموعه C1 تضم السويد المركز الاول 6 نقاط، سلوفاكيا المركز الثاني 6 نقاط، اذربيجان المركز الثالث بدون نقاط، استونيا المركز الرابع الاخير بدون نقاط. مجموعه C2 تضم رومانيا المركز الاول 6 نقاط، كوسوفو المركز الثاني 3 نقاط، قبرص المركز الثالث 3 نقاط، ليتوانيا المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعه C3 تضم بلغاريا المركز الأول 4 نقاط، بيلاروسيا المركز الأول مكرر 4 نقاط، أيرلندا الشمالية المركز الثالث 3 نقاط، لوكسمبورغ المركز الرابع الأخير بدون نقاط. مجموعة C4 تضم أرمينيا المركز الأول 3 نقاط، شمال مقدونيا المركز الثاني نقطة، جزر فارو المركز الثاني مكرر نقطة، لاتفيا المركز الرابع الأخير بدون نقاط. مجموعة D1 تضم سان مارينو المركز الأول 3 نقاط، جبل طارق المركز الثاني نقطة، ليختنشتاين المركز الثالث نقطة. مجموعة D2 تضم مولودوف المركز الأول 3 نقاط، أندورا المركز الثاني بدون نقاط، ومالطا المركز الثالث الأخير بدون نقاط. طيب متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. المركز الأول بنجامين سيسكو لاعب سلوفينيا سجل 4 أهداف، المركز الثاني ألكسندر أيزاك لاعب السويد سجل 3 أهداف، محمد أتورك لاعب
تركيا وفيكتور لاعب السويد. بعد كده المركز الثالث سجل هدفين كلهم الدون، كريستيانو رونالدو لاعب النصر البرتغال، ودافيد فراتيس لاعب ايطاليا، وفيتيوس يوانديس لاعب اليونان، وفابيان رويز لاعب اسبانيا، كوفين دي بروين لاعب بلجيكا، راسفان مارين لاعب رومانيا، وسكوت ماكتومينين لاعب اسكتلندا، وفيدات موريكو لاعب امريكي لاعب كوسوفو. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. انا معكم محمد نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.